خبز الميش الفرنسي خبز قروي معروف بالخميرة الطبيعية طبعا 2 كيلو. نعم، ده تحضير هذا الخبز الرائع اللذيذ جدا. أول شيء بنعمل البيجا أو البات فرمنتي، يعني العجينة المخمرة مسبقا بالخميرة الطبيعية طبعا أنا عاملها. مندوب البادئة مع المي أو ستارتر، يعني البادئة مع المي، منضيف لها الدقيق. هون عم نستخدم دقيق خبز أو بريد فلاور يسمى T65، وهو الخبز أو الدقيق الفرنسي المعروف للمخبوزات، خاصة المخبوزات بالتخمر الطويل. نخلط المكونات الحديد ما تتكون عجينة. بعدين مجرد ما تكونت صارت عجينة بين إيدينا بالشكل هيدا، منشكل على شكل دائرة ومنقصها بهالشكل هيدا. حتى نقيس مدى تخمرها تاني يوم، كلها حتى نترك ليلة كاملة. صباح اليوم التاني نضيف مي ودقيق خبز مع دقيق قمح كامل. طبعا هي 80% مي او 80% دقيق ابيض T65 والباقي دقيق قمح كامل 20%. بنخلط المكونات لحديت ما تتكون العجينه. بنغطيها بنتركها لمده ساعه. بعد ساعه شوفوا كيف صارت الخميره ضاعف حجمها. اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد. بنضيف الخميره للعجين، مضيف له الملح، ممكن تستخدموا ملح بحري او ملح صخري اللي بتحبوه، ومبلش نخلط بهالطريقه هاي حتى تمتزج المكونات. هون هاي الوصفه ما بدها عجن بالعجينه، كله خلط بالايد. بعدين اللي بيساعدني هو بقيه المي. انا طبعا ما ضفت كل كميه المي تاعت الوصفه، خليت تقريبا حوالي 40 الى 50 جرام ضفتهم بالتدريج وانا قاعد عم بخلط، لانه بيساعد على الخلط اكثر ما انه ضيف كل المكونات مرة واحدة. اوكي، هيك تكونت عندي العجينة. بتركها لمدة نصف ساعة مغطاية وبعدين بعمل لها اول فولد. بعد نصف ساعة بستخدم سباتيولا طبعا لحرر الاطراف من البول او من الزبدية، وبعدين بعمل ستريتش اند فولد او تيرن مثل ما بسموها بهالشكل هيدا. طبعا شوفوا قوام العجين هون بعده لاصق وبعده كتير رخو، لذلك عدد مرات الطي بتكون أكتر من المرة الثانية والثالثة والرابعة، لأنه حأطول العجينة 4 مرات. بتركها ترتاح نصف ساعة بعدين برجع مرة ثانية. ملاحظين كيف قوامها صار أقوى؟ هذا بعد نصف ساعة كمان بعد رخوة لأن من عجلة العجينة. أوكي، بعدين بعملها فولد من كل جهات الأربعة. بس ملاحظين يعني قوامها صار أفضل من قبل. طبعا انا ببلل ايدي قبل ما اعمل فولد لانه العجينه بتلصق بالايد. ترطيبها 80% على فكره، عجينه رطبه. وهذا ثالث فولد بعد نصف ساعه كمان. لاحظين قوامها صار لانه بلشت تكتنز بالغازات، غازات التخمر، وصارت يعني قوامها اقوى بسبب هدول الفولدز. اوكي، هيك بكفي. هاي المره الرابعه بنعمل لها فولد وصار قوامها اقوى واقوى من قبل. هيك بصير عنا 4 فولز بين وحدة وحدة، نصف ساعة ساعتين، وبعدين بنتركها لمدة ساعة إلى ساعة ونصف. هيك صار شكلها مغطاية بدون ما نعمل أي فولد. نقلبها على سطح العمل وبعدين بنشكلها بهذه الطريقة بشكل دائري، يعني بنطويها من فوق ومن تحت يعني كأنها فولد. ومنقلبها طبعا حتى يكون كل الطيات للأسفل. نشكلها شكل دائري يعني باستخدام السكريبر بهالطريقة هاي. طبعا مش كتير لأنه كونها هلأ حساسة العجينة فيها كتير غازات ممكن تتمزق معي، فما بزيد أبدا على هاي العدد المرات اللي هي أنا بشكلها. بتركها ترتاح شوي تقريبا لربع ساعة، بينما بكون أنا عم برش دقيق. أنا عم برش هون دقيق قمح كامل بكترة يعني بقلب سلة. طبعا في عم بستخدم هون انا قماش من الكتان وعم بعطيها الشكل الاخير قبل ما اقلبها بقلب السلة
اللي فيها قماش الكتان او اي قماش ممكن تستخدموه، المهم انه ما يكون او يمتص رطوبه بشكل كتير فعال. برش عليها دقيق قمح كامل بغطيها وتركها تتخمر بالبراد او بالثلاجه لمده 12 ساعه، 8 الى 12 ساعه على الاقل. تاني يوم الصبح شو كيف صارت؟ تخمرت بس مش كتير. بنرش عليها دقيق قمح كامل وشويه سيمولينا حتى يعني كمان يعطيها القرشه الطيبه. اوكي، بقلبها على ورق الخبيز، بشيل الزبدية أو البول، بعدين بشيل القماش شوي شوي، لاحظين إنه ما بيلتصق عليه بسبب إنه كتان. برش عليها دقيق قمح كامل حتى تعطي الباترز الحلو أو الشكل الحلو، وبشرخها بهالطريقة هاي، بسموها دايموند كاتس. أوكي، على شكل ألماس يعني، بس يتفتحوا بالفرن بيطلعوا شكل حلو. بكون بفرن محمى ل 250 درجة مع رطوبة مع بخار أسفلها، وبعدين بشيل البخار طبعا مع مرور 20 دقيقة، وبكمل لمدة 35 دقيقة، هيك بكون صار لها 55 دقيقة بالفرن. طبعا بنزل الحرارة أكيد لل 210 220، بعد مرور 20 دقيقة وهيك صار الخبز صار جاهز. ما أحلى، بتركه يرتاح طبعا لمدة ساعتين قبل ما أقصه. طبعا بحاول شيل قد ما فينا طحين منه، لأنه شوفوا هذا الشكل النهائي تبعه، خبز ولا أروع. اسمعوا صوت القشرة. خبز ولا أروع من هيك. طبعا اللب تبعه كتير طري وخفيف. جربوه مع الأجبان، مش لاحظين كيف قوامه. جربوه مع اللي بدكم إياه. الأجبان الفرنسي هي عادة المفضلة لهيك نوع من الخبز، أو الزبدة، زبدة مملحة. وهذا هو الخبز، خبز الميش. أتمنى تجربوا هالوصفة، صحة وهنا على قلبكم. الخبز كتير كتير رح يعجبكم. أتمنى تتابعوني وتشوفوا الوصفات القادمة إن شاء الله. شكرا كتير للمتابعة، نشوفكم بفيديوهات قادمة إذا الله راد. مع السلامة.